السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك على انفاس بريس. مرحبا ودي استاذ الله يكبر بك. كتصوب طعار رجول بنادر؟ كنصوب طعار رجول بنادر. انا من مدينه وادي زم، مهتمين بهادشي ديال التراث ديال طعارج. شحال من عام دابا انت كتصوب؟ جاي لشي 16 عام دابا بحال هكا. كتخدم مع عبيدات الرما؟ لا، في الاول كدير كمان، جاي داير مجموعه ديال الكروب تنخدم. حد شويه خدمت مع الغياطه، شويه خدمت مع الدراري عبيدات الرما، وليت تنخدم الرما هادشي ديال عبيدات الرما، وصافي تلحت لهادشي هذا ديال طعارج وهذا. شحال دابا باش يعني هاد الصنعه هادي كديرها؟ تنخدم فيها دابا مده شي 16 عام دابا بحال هكا باش تنخدم هادشي. وشنو الطريقه؟ طريقه استاذ، تنشدو تنجيبو هذا ديال العرعار قديم، تكون العود عنده شي 80 عام 70 عام 90 عام، كيكون شارف، تيكون قديم، وفي الخدمه ديالو تيجي ساهله بحال هكا. الخدمه ديالو تنخدمو بحال هكا، ملي تنكملوها تنحفروها، تنحفروها تنعقمو ثاني نضربوها من هنايا نقادوها بحال هكا نكملوها. كتولي بحال هكا، كتولي طريجه. تتولي طريجه، تنشدوها تنجيبو الجلد تنجلدوها تنحطوها تتولي طريجه مزيانه. والبندير؟ البندير تا هو تنصوبو يعني بحال الطريقه ديال الطريجه. لا، البندير تنجيب العود ديالو وتنجيبو رولو تنشدو تنقادو تنفصلو، وعاد بشي نركب داكشي اللي بغى الانسان. كاين اللي تيقول لي بغيت فيها 10 سنتيم، كاين اللي تيقول لي 9 سنتيم، كاين اللي تيقول لي فيها 12 سنتيم، كله علاش باغي. وهاد الحرفه كاين فيها الناس بزاف ولا غير انت حاليا؟ كاينين حنا شي ثلاثه اللي كاينين في وادزام، صافي هما اللي كاينين. كاين واحد الراجل كبير تيقولوا له محمد ولد عسو، راجل كبير هو، هذا من الناس الاولين ديال عبيدات الرما. كنتمنى لك التوفيق والله يسر الامور. شكرا.